هو بالتأكيد الزيارة جات في ظل جو إقليمي وجو دولي مشحون بكثير من المشاكل، كثير من التحديات، كثير من القضايا. أبرز النقاط اللي حتتناول الزيارة وتناول جزء منها هي العلاقات السعودية الأمريكية والملف الإيراني وأزمة الطاقة وجزء من حرب اليمن. بالتأكيد أبرز النقاط اللي حتكون محور النقاش ومحور كثير من نقاط الاتفاق والاختلاف هي الملف الإيراني، باعتبار انه حتى الان يمكن المفاوضات النوويه الايرانيه لم تصل للنتيجه المتوقعه وما زالت تراوح مكانها، ما زالت ايران في ذات التعنت وما زالت في ذات الاشتراطات. والاخطر من كده انه الان مرحله التخصيب النووي الايراني وصلت مرحله 20% من اليورانيوم او اعلى من 20%، وهذه المرحله اللي بيسموها بدايه انتاج القنبله النوويه. يعني حاليا المشروع الايراني او مشروع القنبله النوويه الايرانيه هو اصبح واقع معاش. بالتالي دي واحده من كثير من القضايا، باعتبار انه اساسا في تباين، ممكن نقول في تباين في وجهات النظر بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه حول طريقه التناول والتعاون والتعاطي مع الملف الايراني. يمكن حتى الان الولايات المتحده الامريكيه بتميل لاحياء الملف النووي الايراني، واعتباره هو ممكن يكون هو الحل الامثل لهذه الازمه، رغم انه جرب قبل كده في عهد اوباما وايران ما حصل لها تمدد وما حصل لها دخول في كثير من النقاط، المناطق التاريخيه ما كانت موجوده فيها الا بعد الاتفاق مع اوباما في الاتفاق النووي الايراني، اطلق صراحه عدد كبير من الارصده المجمده اللي استفادت منها الحكومه الايرانيه في انها مددت نفوذها وفتحت مناطق نفوذ جديده في كثير من الاقطار العربيه. يعني ممكن